طلبة، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في درس اليوم عن الاندوكران سيستم باثولوجي. فأهلا وسهلا بكم حتى نتعلم دروس الاندوكران، أمراض الغدد الصماء. هذه أمراض الغدد الصماء مهمة مثل ما قلنا وشرحناها بالفصل السابق بالمحاضرات السابقة، وقلنا الاندوكران تضم كثير من أعضاء الجسم للسيطر controlling by hormones on other organ of the body، سيطر بأفعالها على معظم أجزاء الجسم نتيجة الهرمونات. هذه الهرمونات هي عبارة عن chemical المواد كيميائية، لكن مواد كيميائية تعمل بشكل أنه تعطي أوامر وتحمل أوامر إلى أجزاء الجسم وأعضاء الجسم لكي تنفذ المطلوب من عندها. تأخذ وسألت سلف يعني فيها خابرتني، قلت أنا طفعت عندي كهرباء وما أكل، يعني والدي عطلان. ما يهم أنت بس بالهذي أي شيء. أي بس أنا قل لي، لأنه إحنا جديين يعني بمسألة. راح السلام عليكم، أهلا بطلابنا الأعزاء مصطفى، فاطمة، وفران. بقية الطلاب بلغهم مصطفى حتى يجون. بقية الطلاب تمام دكتور، اسهم راح يجون، قاعد شافوا الرابط وتخلق. نعم اهلا وسهلا بكم. فاحنا راح اهلا بالطلبة، اريد كل احد يذكر لي اسمه. الاسماء نبدي بالاسماء، اسماء الطلبة. السلا علي، فاطمة، صلاح، راشد، مصطفى، حسين، زيدان. نعم. بقية فاطمة، عبد الجبار، عباس. أهلا فاطمة. بعد بقية نور الحسين. بقية الطلاب كملوا. بعد بقية الطلاب يقول اسمه أبرار، مو موجود. أبرار فهد. نعم. البقية يقول أسماءهم، يدخل يقول اسمه. مصطفى بلغهم، اللي يدخل يقول اسمه رجال حتى تسجل إلى حضور. تمام دكتور، صار شكرا. فإحنا راح حتى نستغل الوقت الآن. السؤال اللي راح يجي بالامتحان الحضوري، سؤال: ما هي أمراض الجهاز الغدد الصماء؟ ما هي أمراض جهاز الغدد الصماء؟ يجي بصيغ مختلفة لازم، لكن إنه تعرف هو المطلوب أمراض الغدد الصماء. يجي بصيغ مختلفة، أما نقول what أو نقول describe أو نقول write briefly، يعني أما أوصف أو لماذا أو كيف. بس هو سؤال على الغدد الصماء، سؤال على الغدد الصماء حتى تفتهم الموضوع، يعني حتى لا. فإذا السؤال على الغدد الصماء تذكر مثل ما ذكرنا أمراض الغدد الصماء وتقول عليهم إن أما زيادة بإفرازات الهرمونات أو نقصان بإفرازات الهرمونات، too much secretion or too little secretion، مثل ما راويتكم إياها. أما إفرازات كثيرة مفرطة تسوي مرض، أو إفرازات ما موجودة، أو إفرازات قليلة جدا وهذه هم تسوي مرض. والحالة الطبيعية بأنه إفرازات الهرمونات تكون ضمن الحدود الطبيعية. الإنسان عنده مثلا T3 T4 اللي افرازات مال غده الدرقيه، يشوفون بالتحليل لها وصف، يقول لك من هالحد الى هالحد. زيادته معناها مرض، نقصانه معناها. اسمي إيلاف نايف دكتور. اهلا بإيلاف. زيادته مرض ونقصانه مرض. زيادته معناها هايبر سكريشن. شو نسمي الزياده؟ هايبر سكريشن. النقصان هايبو سكريشن. أريد من أحد من الطلاب
احد من الطلاب يوضح لي معلومة بخصوص امراض الغدد الصماء، يعني البرنسبل، يعني القواعد الأساسية. من راح يوضح لي القواعد الأساسية حتى يصير سهل الجواب بالإمكان. أمراض الغدد الصماء دكتور تصير سبب زيادة إفراز الهرمون. نعم غفران. بعد من يضيف عليها أو يعيد حتى نفتهم كله وتفهم دماغنا. دكتور الغدد الصماء تصير بها باثولوجي. بحالتي أما يكون أكو زيادة بإفراز الهرمون نقصان يكون وهذا يسوي باثولوجي، يعني إنه يسبب ممكن أمراض معينة. أنا قلت لك إذا زيادة إذا شرب هرمون الجروث راح يكون عندنا أكروميجالي، راح عندنا تضخم بالإنسان بأطرافه وبعض جسمه. ممتاز. بس بحالة إنه انخفاض الإفراز هذا هم راح يعتبر باثولوجي وحالة طبيعية، هنا نهمنا راح يسبب لنا مرض وتقزم الإنسان يكون يعني قصير وأعضاءهم قصيرة وتصير عندنا أمراض لهذا الموضوع. شكرا رسل. بعد اريد طلاب دكتور يضيفون. نعم نبرار قولوا، يعني انت تضيف، يعني تضيف تعلم. بس اسمحي لي امراض اسمحي لي ابرار من افتح لكم المجال. انت التهاب بالرئه. بس اسمحي لي ابرار لحظه، من افتح لكم المجال فانه مو الا تضيف اشياء جديده، بس شنو سمعت المحاضره عن امراض الغدد الصماء؟ تضيفها او تعدل عليها او تشرحها مره ثانيه حتى يدخل نشاط. لا تقول مثل هذا الشرح حتى رسل انا ما اشرح، لا الكل يشارك. تفضلي عيني يا برار. دكتور مثل امراض الغدد الصماء، مثل اذا يصير عندنا التهاب بالبنكرياس، قصور بالبنكرياس او حتى بالغده الدرقيه والنخاميه. نعم ممتاز. بعد طلاب، بعد مشاركات اريد من عندكم. دكتور اسمعت الامراض تصيب بالاندوكراين سيستم. نعم ممتاز. نعم جينيتيك والانفلاميشن والتيومر والانفكشن والاميون سيستم ديسوردر ان ميتابوليك ديزيز. ممتاز حوراء، عافيه ممتاز، يعني جوابك كامل. بعد اريد احد يضيف نفس الشيء؟ يضيفه لازم تتعلم على المناقشه وعلى الكلام على شيء. تكلم يعني تتكلم، لانه مثلا افرض انت وصديقتك زميلتك تتكلمون 3 ساعات، فالآن تكلموا بالعلم، أريدكم تتعلمون العلم. تفضلوا بعد من يشرح لي. دكتور ممكن سؤال بخصوص الموضوع؟ إذا أردت تجيب لنا سؤال. نعم. شلون نفرق مثلا أنت تريد الأمراض اللي تصيب إنه الغدد الصماء أو نوعيتها، يعني مثلا سالفة إنه infection tumor، شلون نميز بين هاي السؤال؟ يعني أخاف خربه. لا يعني هو يعني السؤال اسئلتي اذا اشوفيها اسئلتي اللي راح اسويها ومتعلمين عليها اسئله تمتحن المعلومه الطبيه للطالب، المعلومه الطبيه تركيز المعلومه الطبيه، فما اريد انا اخربط الطالب. فمن قال لك تكلم على جهاز الغدد الصماء تشرح مثل هسه الشرح مالتك، يعني ما اجيب أسئلة اللي هي شكل ما تقول نسميها أسئلة بها تحيير، لأن يعني الطب هو مو تحيير، هو تثبيت للمعلومات حتى يطبقها الطالب بعد ما يتخرج بالطبابة بصورة صحيحة. يعني لا توقع من عندي أجيب لك سؤال اللي هو بيحيرة، لا قلت لك على سؤال على الغدد الصماء، هاي أسئلة الغدد الصماء الشرحية مو غيرها. هي شنو هذه؟ What is the disease or what is pathology or discuss pathology or write shortly، بس هي نفس الشيء، الجواب نفس الشيء. يعني ما المعلومة من تسمع disease of endocrine أو pathology of endocrine فهذا هو الجواب. يعني ما أسأل أسئلة اللي تحير الطالب وارد أخربط الطالب، مو هي. أنا التعليم اللي أتبعه مثل ما علمونا بالدول العظمى، يعني دول امريكا، رحت انا امريكا ودرست الطب واخذت البورد الامريكي ودرست بالكليه الملكيه، يعلمونا انه شلون تفتهم العلم وتثبت العلم حتى تمارسه بصوره اللي هو ثابت في دماغك، يعني يصير عندك كانه فشي شلون انا المعلومه مالتي ثابته، انت هم ثابت. ما ادرسك لانه
يعني فد أسئلة اللي هي محيرة وتخربط الطالب وماكو شيء. فأنت من يجي السؤال شكراً على المسألة، ممتاز، شكراً لسؤالك، شكراً لسؤالك. فهذا هو، هذا هو المفهوم. ما نستخدم يعني، أنا أشوف كثير من قسم أخوان يستخدم هاي تحيير الطالب، لا، هذه الطب يراد له تثبيت المعلومة الطبية، لأنه معلومات كثيرة وخاصة المعلومات الأساسية لازم يتعلمها. شلون أنتوا هسه تعلمتوا من أقول أمراض الغدد الصماء؟ ما شاء الله تعلمتوا أمراض الغدد الصماء، بينما هو الغدد الصماء أصعب موضوع بالطب، أنتوا تعلمتوا الأساس مالته. أما بعد تتعلمون أكثر وأكثر، نعم تتعلمون أكثر وأكثر، كل شيء بالمرحلة مالته. فمنو بعد يجاوب على disease of endocrine system؟ لأن سؤال راح يجي كيف تجاوب عليه؟ تفضلوا، منو راح يجاوبني كذلك؟ أسأل أنا، فاطمة، فاطمة عبد الجبار، what is disease of endocrine system؟ يلا فاطمة فتح المايك واحكي، سمعيني قولي أسمع. هند فلاح، سمعين؟ على كل، احنا راح نرجع. نعم دكتور. هند اتكلمي شوية على، ممتاز هند، اتكلمي على الاندوكراين سيستم اللي احنا تكلمنا عنه. الاندوكراين باثولوجي، اما too much excretion of hormone بالاكروميجالية، أو too much secretion of hormone بالدوارفزم، or space occupying lesion tumor maybe benign or malignant. ممتاز، معلومات طبية، معلومات طبية ممتازة. أنا أريد الطلاب من أنتوا تكلمونهم، يعني حتى يصير منافسة بين الطلاب، مثل ما هند تعرف زين ورسل تعرف زين وأبرار تعرف زين، أريد الكل يعرفون، يصير له قوة وشجاعة، لأنه الطب والطبابة تحتاج إلى معلومة وتحتاج إلى ثقافة عالية. أحد يريد بعد يتكلم؟ مجال مفتوح لكم اللي هسه بالمختبر. دكتور حوراء، نعم تفضلي. الديزيز اللي تصيب الغدة النخامية، الأدينوما والبرولاكتين والأكروميغالي والديسكريشن والبوستيرال بيوتيتري. ممتاز، فشي ممتاز مناقشاتكم. بعد من يريد يضيف عليهم؟ من يريد يضيف بالمناقشة؟ اللي يريد يضيف بالمناقشة أسمع من عندكم. راح نشارك إحنا قسم من العرض اللي راح نشوفه، راح نشارك وياكم، راح نشارك وياكم العرض حتى نناقش الموضوع بتفاصيل، نناقش الموضوع بتفاصيل. فإذا جاي تشوفون وياي أمراض جهاز الغدد الصماء، على سبيل المثال هذه غدة الثايرويد، هذه هي الأسيناي مال الثايرويد، يعني الأسيناي بالمجهر الضوئي جاي نشوفها مصبوغة، وهاي بيها أسيناي، وهذني هاي الأسيناي جاي نشوفها لحد الآن هي بيها أكتيفيتي، بس الأكتيفيتي مالتها، الاكتيفيتي مالته وذ النورمال يعني طبيعيه. فراح نشوف كثير من الاشياء وراح نشرحها. دكتور حضرتك ما مسوي مشاركه، يعني ما جاي نشوف؟ لا موجوده المشاركه مبينه عندي انا مشاركه، انت ليش ما جاي تطلع عندكم؟ دكتور صحيح بعدها ما اشتغلتنا، يعني هي هسه ما اشتغلت، هسه راح تشتغل ان شاء الله يمكم. واحيانا النت اذا النت ضعيف لم ينقسم من عندها ما يوصل للطلاب. هسه طلع شيء مشاركه انا عندي؟ لا موجوده. انت فتحي البي دي اف، فتحي البي دي اف وشوف البي دي اف، بس هي راح تطلع يمكم لانه مبين عندي مشاركه ويقول لي تريد ايقافه لو ما تريد ايقافه، فانا مخليها جايه اشارك وياكم. افتح البي دي اف وشوف. دكتور هسه يلا اجي. اي هسه هو اشتغل صحيح، النت ضعيف، مو هي النت ضعيف على ما ينتقل. فهذه اللي حكيت عليها، هذه الثايرويد، قلت لكم هذه الثايرويد جلاند ومسوي لها شريحه نزيه، وجاي يشوفون هذه الثايرويد جلاند
وهذه بقية الأنسجة بالغدد الدرقية راح نتطرق لهن بالتفاصيل. وقلنا هذه اللي جاي نشوفها هذا بالإندوكراين باثولوجي على سبيل المثال بالأساس هي زيادة أما زيادة بالهرمونات أو نقصها بالهرمونات. وهنا هذا الشخص عنده هذه الأكسري الأشعة اللي ماخذيها للسكال جاي نشوف بها انلارجمنت توسع بالسلة تورسيكا عنده توسع بالسلة تورسيكا مبينة بالإشعاع معناها عنده الأوكسيبيتال بروتوبرنس اللي موجود بالسكال يصير بي ثيكنينج وبالكرينيال بون وأكو انلارجمنت أوف ساينسز. فكل هذا تدلل على تضخم العظام اللي حادثه مع الشخص المصاب بزياده هرمونات الجروث هرمون واللي سببت له هذا الجايجانتزم واللي نسميه كذلك الاكروميغالي يعني ضخامه. فكل عظامه متضخمه نتيجه زياده في افرازات الجروث هرمون. نشوف كل عظامه متضخمه واصابعها هذا اصابع مالته متضخمه فكلها العظام مالته متضخمه. هذا الاصابع ايده طبعا الفلنجز نشوفها تضخم اللي بيها. فاذا مثل ما قلنا الكلاسيكال ليجن يعني الاصابات اللي تصيب الجهاز الغدد الصماء الكلاسيكال ليجن من ما هذه الاصابات هذه عادة أما تصيب الغدد النخامية الكلاسيكال ليجن تصيب الغدد النخامية تسوي مرض أو تصيب الثايرويد أمراض بالثايرويد الغدد الدرقية أو أمراض تصيب الغدد ما بين الدرقية ما حول الدرقية اللي نسميها باراثايرويد وهي أربع غدد موجودة أو تصيب البنكرياس والبنكرياس هذا الجزء الإندوكراين من البنكرياس إحنا اللي يخصنا الجزء الاندوكراين لان البنكرياس تفرز هرمونين مهمات هو الانسولين والجلايكوكون والانسولين هن ينفرزن من جزء الاندوكراين او البنكرياس. بعدين عندنا الادرينال معناها الغده الكظريه نسميها ادرينال اور سوبرانيلال موقعها فوق الكلى غدات صغيره يمين ويسار موقعها فوق الكلى ونسميها السوبرارينال وبيها كورتكس قشرة وبيها ميديولة والاثنين كل واحدة تفرز هرمونات شكل. فإذا عندنا أعضاء الغدد الدرقية من هي عندنا البيتيوتري غدة النخامية وعندنا الثايرويد غدة درقية عندنا باراثايرويد عندنا بنكرياس وعندنا أدرينال اللي هي الغدة الكظرية هذه هي غدد الاندوكراين سيستم اللي يصير بها اما زيادة فالسبب مرض او نقصان والسبب مرض. والاسباب المرضية هي اسباب معروفة على كل الانسجة اما يصير تلف بالانسجة احيانا نسميه دين ديجنريشن بس هو تلف خذينا الديجنريشن والسيل انجري بالمحاضرة الاولى او المحاضرة الثانية من محاضرات الباثولوجي في الفصل الأول قلنا الاضطراب وتلف الخلايا وتلف الأنسجة سميناه degeneration وكذلك سميناه necrosis. فإذا هذا هو degeneration قد يصيبهم هذه الأعضاء إصابة نسميه degeneration تخريب أو قد ينصاب بinflammation التهابات وهذه الالتهابات قد تكون نتيجة infection بمواد جرثومية فيروس بكتيريا أو قد يسبب بسبب اضطراب مناعي هم يسوي انفلاميشن اضطراب مناعي يعني اميون ديس اوردر. وبعدين عندنا الاورام كذلك تسبب لنا امراض هذه الاورام اما تكون بناي او تكون مالجنن هذه جزء من مجموعه من الامراض. بعد عندنا الجينيتك مثلا وعندنا امراض اخرى بس انه تاخذ الاهم الامراض هي الجينيتك الديجنريشن الانفلاميشن النيوبلازم هذه اهم الامراض والاميون ديس اوردر. هذه
هذه شو تسوي هذه الامراض؟ شو تسوي؟ عندنا امراض نسميها النون نيوبلاستيك، يعني مش شفتوا من هذا التقسيم، عندنا امراض اللي هي نون نيوبلاستيك. شنو يعني النون نيوبلاستيك؟ يعني امراض غير ورميه، يعني مو هي بها ورم، لا هي ورم حميد ولا هي ورم خبيث، وانما مرض، مرض اللي ذكرناه مثلا بها انفلاميشن، بها جينيتك ديزيز، بها اميون ديستربنس. هذه كل الامراض تسبب لنا اما زياده بالفعاليه نسميه هايبر فانكشن، او نقصان بالفعاليه اللي نسميه هايبو فانكشن. اما زياده بالافرازات فيصير هايبو فانكشن هايبر فانكشن اي هايبر سكريشن، او نقصان بالافرازات نسميه هايبو فانكشن ان هايبو سكريشن. هذه الاعضاء قد تصاب باورام نسميها نيوبلاستيك، قد تصاب بالاورام نسميها نيوبلاستيك. الجهاز المناعي، الجهاز الهرموني الاندوكراين سيستم بيكونترول بوزيتيف ونيجاتيف فيدباك ميكانيزم. فهو الفيدباك ميكانيزم يعني كنترول، يعني معناها اكو كنترول بالجهاز المناعي. شوف هسه مثلا اضرب لك مثال حتى توضح الكنترول، يعني الهايبوثالامس، هذه هي الهايبوثالامس موجوده داخل وين؟ داخل الجمجمه في الجزء العلوي مع الدماغ. تحفز منه، تحفز البيتيوتري، تفرز عليه، نسميه تروفيك هرمون. من تتحفز البيتيوتري تفرز هرموناتها حتى تحفز الغده الدرقيه الثايرويد هرمون، بواسطه هرمون نسميه ثايرويد ستيمولاتينج هرمون. بالنسبه الى الغده الانتيرير بيتيوتري، على سبيل المثال الانتيرير بيتيوتري، كاتب لك هاي وحده واي في وحده واير، جاي يمثل لك اياها. هذه الغده وسيطرتها واعازاتها مثل نظام الانترنت. نعرف بنظام الانترنت لو تسحب الاشياء من خلال واير فيسمونه واير، او تسحب بلاي وايرات من خلال نظام نسميه نظام الواي فاي، كله مر عليكم. فيقول لك الغده البيتيوتري اللي هي الغده النخاميه بها طريقتين تشتغل بها. الجزء الامامي من الغده النخاميه مثل لك اياها بالواي فاي، يعني معناها ما بها وايرات. يعني شنو معناها؟ قصده بانه هذه الهرمونات مالتها مال الغده النخاميه، الجزء الامامي من عندها، الفص الامامي الانتيرير، يفرز الهرمونات بالدم. من تنفرز بالدم راسا توصل الى كل انحاء الجسم والاجهزه المعنيه. لكن الجزء الخلفي من الغده النخاميه البوست بيتيوتري مرتبط بوايرات. من هاي الوايرات المرتبط بها وتعطي اعازات؟ اللي هي الاعصاب، النيرف، العصب. فالعصب يمثل لك اياها بالوايرات. بمن متصل؟ متصل بالجزء الخلفي من الغده الدرقيه، بينما الغده النخاميه، الجزء الخلفي من الغده النخاميه متصل باعصاب الدماغ، بينما الجزء الامامي من الغده النخاميه لا، يفرز هرمونات وهرمونات راسا تدخل للدم. يعني كانه ماكو وايرات مثل الواي فاي، هذا القصد مالته. فاذا اكو سيطره كنترول وفيدباك ميكانيزم، ونشوفه ينتقل من مستوى الى مستوى يوصل للثايرويد هرمون حتى يفرز الثايروكسين تي 4، حتى يفرز تي 4 ويفرز تي 3. هذني هن الثايروكسين اللي تطلع من الغده الدرقيه. هنا كذلك رسم توضيحي ويقول لك هذا الانتيرير بيتيوتري، الجزء الامامي من الغده النخاميه، شوفوا هذه خلايا مثل الجلاند تفرز هرمونات، هذه الهرمونات تدخل بالاوعيه الدمويه، بينما الجزء الخلفي البوستيريور لوب متصل بواير. يعني مثل لك هاي الاعصاب، شوف هذه الاعصاب الفاتحه مثل الواير. الهرمونات بصوره عامه اكو نوعين عندنا من الهرمونات، اللي هي افرازات الغدد النخاميه. قسم من عندها هرمونات بروتينيه نسميها بولي بيبتايد اللي تشتغل بالسكند ماسنجر. فاذا هي هرمونات بروتينيه،
والنوع الثاني من الهرمونات، والنوع الثاني من الهرمونات إنه هرمونات نعتبرها هرمونات النوع الثاني من الهرمونات هي هرمونات استيرويد، هرمونات استيرويد. استيرويد يعني مثل منه مثل الكورتيزون، الكورتيزون مثل منه مثل الاستروجين البروجسترون، هاي الافرازات والهرمونات الانثوية والذكرية هي من هاي الفصيلة من الاستيرويدات، يعني مواد ذائبة بالدهون مذوب بالماء، بينما البوليبيبتايد هرمونات ذائبة بالماء فتدخل البلازما، تدخل البلازما لكن تحتاج تعتبر سكند ماسنجر، بينما الاستيرويد يكون اثره مباشر على نواة، على نواة الخلية التارجت سيل الهدف. فالاندوكراين بالاساس اكو عنده يشتغل بالسيل سيجنال سيستم، يعني بالاشارات، بالاشارات وعنده على الخلايا مستلمات، مستلمات وكذلك بالسيتوبلازم اكو ريسبترات وبالنيوكليوس اكو ريسبترات. هذه بالميكانيزم، هذه بالميكانيزم بس للعلم مالتكم. لما قلنا الاندوكراين باثولوجي شو نقصد بالاندوكراين باثولوجي؟ وهذا هو السؤال الحضوري اللي يجيكم، what is endocrine pathology او describe endocrine pathology او write shortly. شو تقول؟ تقول اما too much hormone too little hormone ثانيا، والاسباب اما اسباب مناعية autoimmune destruction disturbance او inflammation او ورم tumor or vascular destruction. يعني شنو؟ يعني هذه الأمراض تصير بالأوعية الدموية، تخثر بالأوعية الدموية أو إمبوليزم سداد بالوعاء الدموي وهكذا، أو وجود الورم يسميه تيومر، أما يكون مالجنت أو يكون بنان، أما حميد أو خبيث. فإذا الأساس بأمراض الغدد ومنها عندها الغدة النخامية، اما زياده بالافراز او نقص بالافراز، اما زياده او نقص بالافراز، هذه القصد مالتها. نستمر بالعرض، نشوف هنا البيتيوتري، هذا البيتيوتري اللي تقع وين بالجمجمه، ونشوف شلون مسويه كنترول. هذا مثلا تستس الخصه، هذه الخصه سيطر عليه وتسوي له ستيموليشن حتى يفرز الافرازات الهرمونات الذكوريه اللي تطلع من التستس اللي هي تستوستيرون واندروجين. كذلك يسوي ستيميليشن المن للمبيض، هذا المبيض الانثوي، المبيض الانثوي حتى يطلع الاستروجين والبروجسترون، هي الهرمونات الانثويه اللي تسوي الانوثه فيمينايزنج، بينما التستوستيرون والاندروجين يسوي الذكوريه. بزح ما اخف. نعم صوتني واضح. استمر طلاب. فاذا نشوف هذا البيتيوتري كنترول، فاذا هنا الغده النخاميه، الغده النخاميه مسيطره مثل ما قلنا على الجوناد، هذه هي الخصاء التستس اللي ينفرز من عندها التستوستيرون الهرمونات الذكوريه، وهذا هو المبيض اللي ينفرز من عنده الهرمونات الانثويه اللي هي الاستروجين والبروجسترون. منو بواسطه من اكو ستيمولاي تجيها، اعازات تجيها منين؟ تجيها من الانتيرير بيتيوتري، هذا المرسوم بهذا اللون هو الفص الامامي من البيتيوتري اللي موجود داخل الجمجمه، داخل الجمجمه. ونشوف التاثيرات، نشوف التاثيرات مثل ما قلنا مترابطه، يعني افرازات الغدد والهرمونات واعضاء الجهاز الغدد الصماء مترابط، ونشاطاته مترابط، نشاطاته كذلك مترابطه. نستمر بموضوعنا. هذا هنا الكدني وفوقها يكون سوبرارينال. احيانا نسميها سبيس اوكوباينج ليجن. شنو معنى سبيس اوكوباينج ليجن؟ يعني يصير ضغط عليها. نعرف الاجزاء اللي داخل الدماغ، اكو بالدماغ جمجمه، فكل حجم زياده او نقصان يسوي ضغط لانه ماكو مجال تتوسع الجمجمه، هي نفس حجمها. فلما يصير ورم كانه تيومر، ورم بداخل الجمجمه نتيجه اي ورم يصير راح ياثر، واضح؟ فيسوي سكويزنج لاند، يعني
راح يضغط على الجلاند، راح يضغط على الجلاند. وكثير من الناس اللي يصير عندهم اورام داخل الدماغ يشوفها واحده من الاشياء اللي تتاثر، يشوفها ما يسمى فيجوال فيلد، يعني يشوف عيونه راسا من تمرض وصار عنده مرض داخل ورم داخل الجمجمه، يعني في الدماغ او مكانات اخرى راح نشوفه، راح يصير عنده اضطراب بالرؤيه بالفيجوال فيلد. فيجوال فيلد ما يقوم يشوفها، واكو مناطق ما يشوفها، اكو مناطق ما يشوفها. الاورام الحميده اللي تصيب الغده النخاميه عاده هي رير، يعني نادره، وهذه الاورام احيانا تفرز هرمون البرولاكتين، والبرولاكتين هو الهرمون اللي يسيطر جزء من شغله على تكوين الحليب بثدي المرأة. هذا اللي سميناه أكروميغالي، نتيجة إفرازات كثيرة للجروث هرمون. الجروث هرمون هو هرمون النمو. كذلك هذول يكون كذلك من السكري، واضح؟ عندهم دايبتك كذلك. مثل ما قلنا الثايرويد جلاند كذلك هي يجيها إعازات، وهذه الإعازات الجزء الأعلى هو الهايبوثالاماس، بعدين ينزل إلى الإعازات، تنزل البيتيوتري، وبعدين البيتيوتري دز إعازات إلى الثايرويد، والثايرويد تفرز إفرازات، تروح هذه الإفرازات حتى تسوي توعز للأنسجة والتشيو، حتى يسوون ميتابوليك اكتيفيتي، حتى يسوون افعال ايضية. فاذا عندنا مستوى الهايبوثالاموس، مستوى البيتيوتري، وهذه هي الغده الدرقيه اللي سميناها الثايرويد جلاند. هذه وضح لنا من تصير اصابه بالغده الدرقيه. من تنصاب الغده الدرقيه احيانا يصير بها زياده بافرازات وافراط في افراز هرمون الغده الدرقيه اللي هو T3 وT4، فيصير ما يسمى هايبر ثايرويدزم، يعني عنده مرض زياده مفرطه في افرازات هرمونات الغده الدرقيه، هايبر ثايرويدزم. شنو الاعراض السريريه للكلينيكال فايندينج؟ نشوف هذا المريض مصاب بالهايبر ثايرويدزم انه ما عنده تحمل للحراره، فحتى لو الجو جيد، حتى لو بالشتاء هو يشعر بالحراره، يشعر جسمه انه عنده محتر. كذلك تريمر، يعني ايده ترجف. بعدين هايبر اكتيفيتي، يعني يكون نشاطه اكثر من اللازم، بحركته بافعاله اكثر من اللازم. ويزيد عنده الميتابوليك ريت، نكريز بودي ميتابوليك ريت، ويصير عنده تغيرات بالعين، هذا الاوكولر تشينجز، شوف جحوظ العين وبروز العين الى الخارج الاوربت، وهذا نسميه جريفز ديزيز، او نسميه الجويتر، يعني عنده زياده بفعاليات الغده الدرقيه وورم بالغده الدرقيه، وهذا نسميه كذلك احيانا توكسيك ادينوما، معناها انه تسمم بالغده الدرقيه. الغده السميه مو صح دكتور؟ نعم صحيح، الغده الدرقيه تتحول اسمها سم، يعني يصير سميه، يعني لانه تفرز هرمونات كثيره، وهذه الهرمونات تاثر على فعاليات الجسم مثل ما وضحنا لكم اياها، يعني القلب يقوم يتحرك دكتور، وهم تاثر الميتابوليزم بحيث اللي عنده زياده بالافراز يكون نحيف، واللي عنده بطء بالافراز يكون سمين، مو صح؟ نعم تاثر على الميتابوليك ريت، هي شغلتها على الميتابوليزم، فاذا هرمون الثايرويد يشتغل هوايه، فمعناها الانسان اصلا ما يقدر يقعد، مثل ما جاي يقول لك هنا حرك ايده ترجف، قلبه يدقدق اكثر من اللازم، يحس بالحراره شديده، وهكذا. هذا الهايبر ثايرويدزم، ونشوف اكو كذلك تغيرات بالعين، نشوف هذه تغيرات بالعين بنسميها هايبر اوفثالميا. احنا هذه ما نريد التفاصيل، احنا السؤال سالتكم اياه وجاوبت، انا جاوبته بخمسة سطور، هذا المطلوب من عندكم، اما بقيه حتى تفهمون الموضوع، لانه انتم طبابه واطباء لازم تعلمون الطب، فهذا هو الطب، وهذا درسكم هو درس الامراض.
اللي هو تدرسونه الآن بعد ما تدرسونه بغير درس، فأنتوا المفروض تتعلمون الأمراض، تتعلم وتطلع عليها، تطلع عليها. بس السؤال اللي راح يجي، هل تجي هاي كل التفاصيل؟ لا، السؤال اللي راح يجي قلنا ما هي أمراض الغدة، ما هي أمراض الغدة الإندوكراين، وحكينا لكم عنها. إذا نأخذ جزء من الغدة الدرقية في حالة زيادة فعالية وهايبر ثايرويدزم، نشوف هذه الشكل بالفحص النسيجي، بالفحص لما نسوي عملية أو نسوي خزعة نسجية ونفحصها جوا الميكروسكوب بعد ما ينصبغ. أما إذا صار نقصان بالغدة الدرقية، نقصان بالهرمونات مع الغدة الدرقية، نسميه هايبو ثايرويدزم، وهذا النقصان مثل ما قلنا والزيادة اثنيناتهم نتيجة أمراض، فهذا الهايبو يعني معناه نقصان، نقصان. وهم من أسبابه هي جينيتيك إنفلاميشن، أو واحد مسوي عملية أو مسوي عملية وشايل له أكثر من اللازم من الغدة الدرقية، أو متعرض لإشعاع، إشعاع يأثر على الغدة الدرقية. مثل ما نعرف الغدة الدرقية هواية حساسة للإشعاع، فالإشعاع يأثر عليها، وأنتوا لازم تهتمون بهذا الموضوع وتخلون إشارة قد مدى الإشعاع اللي يدخل بجسمكم، لأنه الإشعاع يأثر على الغدة الدرقية، وأحذركم من عنده. الإشعاع يأثر على الغدة، يأثر على الثايرويد، وكثير من اللي يتعرضون للإشعاع بشكل أو بآخر يصير عندهم نقصان بفعالية الغدة الدرقية، نسميها هايبو ثايرويدزم، فانتبهوا لهذا الموضوع. كذلك الغدة الدرقية. سؤال. تفضل يعني. دكتور، الإشعاع هم إلى تأثير على نسبة الدم؟ طبعا الإشعاع هواية إلى تأثيرات، الإشعاع هواية إلى تأثيرات، ويسبب كذلك اللوكيميا إذا صار تعرض أكثر من الحد الطبيعي. الإشعاع لازم يصير له وقاية كاملة، وأجهزة طبية وقائية من الإشعاع، كذلك الصد الجدار اللي يصد الإشعاع عن العاملين بالإشعاع، والملابس كذلك المونيتر اللي حمله الطبيب، واللي حمله الأخصائي، واللي حمله اختصاص الأشعة، لازم دائما المونيتر مالته. يعني الإشعاع يؤدي إلى سرطانات، يؤدي إلى كثير من الأمراض. الفيلم باج هذا اللي يلبسوه يحسب كمية الإشعاع؟ نعم، هذا لازم يلبس، ولازم تحافظون على، لازم تحافظون، هذا ما يقبل غلط. يعني اللي الطبيبة اللي هي اكتشفت الإشعاع وعلاج العلاج الشعاعي، أول ما هي انصابت المسكينة، انصابت بسرطان الثدي وتوفت. لا، وتوفت هذه الإنسان العظيمة اللي أول إنسان. فالإشعاع مضر جدا، ولو يعني بها قياسات، لكن أنتوا لازم كذلك تحافظون على نفسكم، يعني تكونون سكيور، وكل الأجهزة اللي تحافظ عليكم، وكذلك الملابس اللي تحافظ عليكم، وكذلك المونيتر اللي يخرج قد إشعاع بالجسم، وهكذا. يعني لا تأخذون الأمور بسهولة، لأنه حياة الإنسان غالية، والإشعاع من المصادر اللي تسوي أمراض، وكثير من السرطانات، من سرطان الجلد إلى سرطان الدم إلى السرطانات الأخرى اللي يسويها الإشعاع. فانتبهوا لهذا الموضوع. تمام دكتور، شكرا. فهذه حالة نقص هرمون الثايرويد، قلنا الجينات كذلك أحيانا تسبب الأمراض، وهذا هو عند الجينات جينيتك، واللي نسميه حالته نسميه كريتينيزم، معناها هذا المريض الغدة الدرقية مالته ما تقدر تسوي هرمون T4 اللي هو الثايروكسين، ما تقدر تسوي، فيصير عنده يعني توقف بالنمو، growth retardation. هذه مريضة أخرى، وتعرفون المرضى يعني الغدة الدرقية هواية مهمة، وكثير من الناس يشيلوا الغدة الدرقية هو ما عنده الغدة الدرقية، يصير بها تضخم، بس التضخم كثير من الأحيان هو طبيعي، 90% هو تضخم طبيعي، لأنه الغدة الدرقية تسيطر على الجسم وعلى فعالية الجسم بصورة عامة. فمن الإنسان من هو طفولة ويتحول إلى شباب، يعني تتضخم الغدة لأن تشتغل، أو مثلا بالحمل تتضخم الغدة، فهذا مو مرض، ما يعتبر مرض، بس أحيانا تصاب بمرض زيادة أو نقصان.
ونشوف هنا من صار عندها هايبوثايرويدزم يعني نقصان بالغدة الدرقية. شوف شلون صارت سريريا ما تتحمل البرد يعني حتى بالحرارة تشعر انه مثلجة. كذلك القلب ما يدق، يدق قليل يعني هو 72 ل80 يجوز يدق 60 او 55. عندها براديكارديا يصير عندها عجز بالقلب هارت فيلر. تتجمع الدهون بالجسم، الدهون تتجمع بكل الجسم، جسمها ما بيتحرك، لثرجي ميت يعني لثرجي زين. عيونها تكون حساسه للضوء ما تقدر تشوف الضوء اكثر. الجلد مالتها يصير بيتفخن نسميه مكسوديما. والسكن سكن اند هير يصير بيها تغيرات سكن اند هير تشينجز. هذه كلها نتيجه نقصان كميه هرمون الثايرويد ويسميها هايبو ثايرويدزم مرض. هذا هو الجويتر. الجويتر معنى من نقول جويتر معنى اي تضخم بالغده الدرقيه سواء حميد او سواء خبيث، سواء باسباب او سواء اعتيادي يعني نتيجه فعاليات، نتيجه الافعاليات الفسلجيه المختلفه. وقسم من عدد نوديولر يعني بينوديول، هذه نسميها نوديولز. وقسم لا يونيفورم يعني ما بي كله زايد. وقسم يكون سيست يعني تكون هناك باكياس. لكن احيانا يسوي ضغط على اليمن على المجرى التنفسي، يسوي ضغط على المجرى التنفسي لانه يحيط بالتراكيا. هذه ورمه بالغده الدرقيه نسميها ادينوما، وهذه عاده بناين يعني حميد. وهذه الاورام المالجنسي يعني اورام الخبيثه بالغده الدرقيه نسميها كارسينوما اوف ذا ثايرويد جلاند. هذه هي الكارسينوما اوف ثايرويد جلاند، وهذه هي طبعا خبيثه جدا هذا. وتنتشر انتشارها الى الرئه الى العظام، ونشوفها تنتشر الى حتى الى المخ، حتى الى الدماغ والمخ تنتشر. فيسموها سبريد يعني انتشار الورم الخبيث المن للغدد الليمفاويه، ينتشر يغزو الغدد الليمفاويه الى الرئه الى العظام الى البرين، برين يعني الى الدماغ. مرض اخر يصيب الغدد الدرقيه مرض نسميه اميون ديزيز يعني مرض مناعي، يسمونه هاشيموتو ثايرويدايتس، لان العالم اللي اكتشفه عالم ياباني اسمه هاشيموتو ديزيز. هذا عنده اضطراب بالغدد، اضطراب بالجهاز المناعي. الباراثايرويد جلاند هي غده تحيط بالثايرويد، اربع متالفه من اربع غدد، هنا اربع غدد يم الثايرويد، لكن عملها يختص افراز هرمون يسموه باراثورمون، وهذا مهم بالميتابوليزم اوف ذا كالسيوم، وله علاقه بالسيروم فوسفيت. الغده الدرقيه نسميها ادرينال جلاند متالفه من القشره اللي نسميها كورتكس والميديولا. الادرينال جلاند الباثولوجي مالتها هم نفس الشيء، تو ماتش افرازات كثيره، تو ليتل افرازات قليله، واورام. هذا المرض نسميه كوشينج سيندروم نتيجة انه الكوليسترول بالدم عنده عالي. الكوليسترول يعني اجزاء اللي ماخذ اللي شايفه حباية الكوليسترول، حباية مال الكوليسترول، ان الكوليسترول الدم هو بالاساس عنده عالي. فمن المظاهر السريرية نشوف هذا الفيس مال تمون يعني مثل وجه القمر، بعدين يكون سمين اوبيس بافلو يعني، بعدين اوسيوبروسيس العظام مالته بها تنخر، وعنده ضغط عالي هايبر تنشن. نسميه كوشينج ديزيز. اما الهايبر الدوستيرون، الالدوستيرون من يزيد كميته بالدم نسميه هايبر الدوستيرونزم. هذا هرمون الالدوستيرون يطلع من الادرينال ويسوي لنا مرض نسميه كون سندروم، بس لحتى يظل في الشيء. وهذا له علاقه
بالصوديوم والبوتاسيوم وحالة الألكلوسيس، حالة الألكلوسيس بالدم. هذا مرض نسميه أديسن ديزيز، مرض نسميه أديسن ديزيز، أديسن ديزيز هميا مختص بالأدرينال جلاند، أدرينال جلاند هذا مختص بالأدرينال جلاند. وهنا مثلا نشوف اكو ورم، عنده ورمه بالأدرينال جلاند، ورم بالأدرينال قد تصاب او تصاب الأدرينال بالتهابات، ومن عندها التهابات التي بي يعني السل، السل. البنكرياس، اما البنكرياس تصاب كذلك البنكرياس، يصير بها ورم، يصير بها ورم البنكرياس، وهذا الورم اما حميد او خبيث، اما حميد او خبيث. فاذا الامراض جهاز الغدد الصماء اللي تهتمون بها، ما هي اسبابها؟ قلنا الاسباب وكيف تكون، what is pathology of، what is the pathology of endocrine disease، اما زيادة هرمون او نقصان، او نقصان هرمون، هذه هي الاسباب اللي وراء الاندوكراين، اللي وراء الاندوكراين ديزيز. نعود لكم، سمعوني الان طلاب، طلاب سمعوني؟ نعم دكتور وياك. ممتاز. فاذا الفيديو راح انشره لكم، اهم شيء تعرفون هسه وات از باثولوجي. اريد اللي ما تكلموا من الساعه يتكلمون وات از باثولوجي اوف اندوكراين ديزيز باختصار. راح نعطي مجال حدود خمس دقائق قبل لا نغلق. What is pathology of endocrine disease؟ تجاوبون عليه. هذا احنا شاركنا، نشارك. ممتازة غفران، شاركتوا، وهم اريد بعد مشاركتكم مرة ثانية حتى تكونون قدوة لبقية الطلاب، كل الطلاب تكونون قدوة، شاركوا مرة ثانية ومرة ثالثة، تكونون قدوة للطلاب والزملاء. الباثولوجي نعم. كلمي جيناتيك، اللي يكون جيناتيك ينولد اصلا اكو مشكله عنده بالاندوكراين، وقد يكون انفكشن. نعم نعم. كلمي انفكشن او تيومر. ممتاز. نعم نعم ممتاز ممتاز، فاهمين الموضوع. اكثر بس سؤال، تفضلي تفضلي. التيومر قلنا اكو ويصير واحد يعني بالغده نفسها، واكو يعني خارجي ياثر عليها. نعم. يعني ذاك الاخر اذا انشال مثلا، خصوصا اذا كان حميد، يرجع عمل الغده نفس ما كان. الاورام اللي تصير بالغده هي اورام لو حميده لو خبيثه، اورام لو حميده لو خبيثه. الاورام الحميده احيانا كذلك الاورام الحميده، مشكله الغدد الصماء حتى لو اورام حميده، لكن هي بها مفعول، وقد يكون مفعولها اشد من السرطان. ليش؟ هي تفرز هرمونات، فمن يصير بها ورم حميد، الخلايا مال ورم الحميد راح تفرز هرمونات كثيره، فقد يسبب خطوره مالته. يعني البيتيوتري ادينوما خطره جدا، ولا هو حميد، اسمه حميد، لكن هو يفرز هرمونات ويؤدي الى امراض مثل ما شوفتكم اياها. اما الاورام الخبيثه فمن الاشياء الاساسيه اللي بها انه تنتشر خارج مكانها. اما سأليني قسم من الاورام تصل الى هذه الغدد، هي قد تصل الى هذه الغدد. فشكرا لسؤالك غفران. اذا اكو اسئله اخرى شباب، فاذا ممتاز انتم تتهيئون. راح انزل خلال الاسبوع، مطلع الاسبوع القادم، المرشحات بليها MCQ تهتمون بها، راح تمتحنون هذا الامتحان، راح يشمل كذلك اسئله مثل ما تعلمتوا بالفصل الأول، حتى تدخل لكم بالفصل الثاني، تدخل لكم درجة للنظري ودرجة للعملي، درجة النظري ودرجة العملي من المالتيبل تشويس اللي راح، وراح أحجز جزء من الدرجة إلى مشاركاتكم الجيدة في الكلاس روم. فأنت من ما درجتك شفتها ما مشمول بها ما مشمول بها الجوجل ميت اللي ما أخذ أنت سكرين شوت دزلياق، اللي أنا دكتور انه انا مشترك بالجوجل ميت ومناقشات الجوجل ميت، وتستحق كامل الدرجه. فطلبه شكرا جزيلا لكم، والامتحان بلغونا اياه الكليه بانه لازم نتهيئ ونعد للامتحانات، مثل ما اجانا التبليغ هذا الصباح، اجانا تبليغ رسمي من الكليه لانه نتهيئ للامتحانات.
فتهيئوا انتم للامتحانات وراح ننزل المرشحات. شكرا جزيلا شكرا جزيلا طلبة تمام. شكرا دكتور. شكرا عندك. شكرا جزيلا. دكتور سجلت حضور؟ نعم سجلت حضور راح تنزل لكم كذلك قائمة، فسجلت حضور بالجوجل ميت وراح تنزل لكم القائمة هم كذلك، بس اهم شيء الجوجل ميت، اهم شيء الجوجل ميت. شكرا جزيلا. تمام جزيلا. تمام دكتور. شكرا جزيلا لكم جميعا.